ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدٍ، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، أيها الأحبة، يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هنيئا لكم أيها الصائمون بهذا الفرح وبهذا السرور، هنيئا لكم أيها الصائمون حينما تنادون في الجنة بعد تعب الدنيا وعناء الدنيا: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وهي أيام الصيام حين تركتم الطعام والشراب لله سبحانه وتعالى. هنيئا لكم أيها الصائمون بقول الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هنيئا لكم أيها الصائمون بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، 70 سنة يبعده الله عن النار. هنيئا لكم أيها الصائمون بقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أبشروا أيها الصائمون بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. إذا ترك العبد الكبائر كالشرك بالله وعقوق الوالدين والسحر والتولي يوم الزحف وأكل مال اليتيم، فالله سبحانه وتعالى يغفر له ما بين رمضان ورمضان. أبشروا أيها الصائمون بقوله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، يدافع عنك، منعته الطعام والشراب والشهوة في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم في الليل فشفعني فيه. فيشفعان، يشفعان لك بدخول الجنة وبالنجاة من النار. أبشروا أيها الصائمون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. أبشروا أيها الآباء، أبشرنا أيتها الأمهات بقوله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. أيها الصائمون الكرام، أبشروا وهنيئا لكم بقول صلى الله عليه وآله وسلم عن يوم الفطر الذي يكون غدا أو بعد غد، حيث تنادي الملائكة: يا معشر المسلمين
صبيحة عيد الفطر: يا معشر المسلمين، لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فهو يوم الجائزة ينادي فيه منادي الله سبحانه وتعالى: ألا إن ربكم قد غفر لكم، ألا إن ربكم قد غفر لكم. ويقول فيه الحق تبارك وتعالى للملائكة: يا ملائكتي، ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ فيقولون: إلهنا وسيدنا، جزاؤه أن يوفى أجره. فيقول سبحانه: أشهدكم يا ملائكتي أني جعلت ثوابهم لصيامهم وقيامهم مغفرتي ورضائي. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا يا كريم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في يوم الجائزة: سلوني يا عبادي فوعزتي لا تسألوني شيئا إلا أعطيتكم، قد أرضيتموني فرضيت عنكم، انصرفوا مغفورا لكم. اللهم أكرمنا بهذه البشائر، بهذه الخيرات وبهذه البركات. اللهم أكرمنا بالفرح عند الإفطار، وبالفرح عندما نلقى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إقرارا بربوبيته وإلغاما لمن جحد به وكفر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، إذا تعذرت صلاة العيد في المسجد لعذر من الأعذار، وخصوصا لهذا الوباء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرفه عنا وعن جميع المسلمين وعن الخلق أجمعين، فيسن أن تصلى صلاة العيد في البيوت جماعة أو فرادى. وكان أنس بن مالك كما روى الإمام البخاري إذا فاتته، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا فاتته صلاة العيد جمع أهل بيته وبنيه وصلى بهم ركعتي كركعتي العيد بدون خطبة. ويبدأ وقت صلاة العيد من بعد طلوع الشمس بعشر دقائق، ويدوم هذا الوقت إلى ما قبل أذان الظهر بعشر دقائق. بإمكانك أن تصلي متى تشاء بين هذين الوقتين. أما كيفيتها كما تعلمون فهي ركعتان بدون إقامة، ركعتين سنة صلاة العيد. بعد تكبيرة الإحرام يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يكبر الله عز وجل سبع تكبيرات: الله أكبر، الله أكبر. بين التكبيرة والتكبيرة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يقرأ سورة الفاتحة وسورة الأعلى إن كان يحفظها، سبح اسم ربك الأعلى، وإن لم يكن يحفظ فيصلي ويقرأ بأي سورة شاء. قل أعوذ برب الفلق، وفي الثانية قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، إنا أعطيناك الكوثر. وبعد القيام، تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية وقبل قراءة الفاتحة، يكبر الله عز وجل خمس تكبيرات. ما بين التكبيرة والتكبيرة يسبح بالتسبيحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يقرأ سورة الفاتحة، ثم سورة الغاشية إن كان يحفظها، أو أي سورة من سور القرآن. ويسن أيها الأحبة أيضا، يسن الإكثار من التكبير والذكر من بعد غروب الشمس، آخر يوم من أيام رمضان.
أن يجتهد بالتكبير كما أمر الله عز وجل بقوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، تكملوا عدة أيام رمضان وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يسن الإكثار من التكبير إلى صلاة العيد، ويسن قبل صلاة العيد أن يغتسل الإنسان وأن يتطيب وأن يلبس أحسن ما عنده من الثياب ولو في البيت، ويسن له أيضا أن يأكل شيئا قبل صلاة العيد. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن وترا. هذه أهم السنن في صلاة العيد التي سنصليها إن شاء الله جماعة في بيوتنا أو فرادى. والأهم من ذلك أيها الأحبة، أذكر بصدقة الفطر، صدقة الفطر التي تجب بغروب آخر يوم من أيام شهر رمضان، تصبح واجبة إلى قبل صلاة العيد، لأنها إن أديت بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. صدقة الفطر كما قال صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني كل فعل قبيح أو لفظ قبيح حصل منك في رمضان فصدقة الفطر تطهره، فهي بمثابة سجود السهو لمن أساء في صلاته أو أخطأ في صلاته. فصدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، تجب على كل مسلم وعلى كل من تجب عليه نفقتهم، زوجه أولاده إن كان أبوه وأمه، وحددها النبي صلى الله عليه وسلم فقال صاع من تمر أو شعير، والصاع بمقدار 4 أمداد يعني كيلين ونصف تقريبا، كيلين كيلين ونص، صاع من تمر أو صاع من شعير. وقد سألت عن سعر الشعير اليوم في صباح الجمعة فقالوا أن سعره 600 ليرة الشعير، فكيلين ونص يعني 1500 ليرة، نسأل الله السلامة والعافية ورفع البلاء والغلاء. فألف وخمسمية هذه عنه وعمن تجب عليه نفقته إذا ملك، يعني هذا الأمر كان زائدا عما يملك من قوته وقوت أولاده في يوم العيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع على كل المسلمين وأن يرفع هذا البلاء وهذا الوباء بفضله ورحمته، وأن يرد الأمن والأمان والسلم والإسلام إلى ديارنا وديار المسلمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد، اللهم فرج الهم والغم والكرب عن أمة سيدنا محمد، اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء وسفك الدماء وتسلط الأعداء عن بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وسائر طاعاتنا في شهرنا وفي كل حياتنا، واجعلها خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. ومثل ذلك لأصولنا وفروعنا وأزواجنا ومن له حق علينا وللمسلمين أجمعين. وصلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واعلموا أيها الأحبة أن خير الصدقة صدقة رمضان، ويوم الجمعة الصدقة فيه تضاعف إلى أضعاف كثيرة، فما بالكم في شهر رمضان. فأجزلوا العطاء في الصناديق، جزاكم الله عز وجل خير الجزاء. الله